هذا تعقد بعثتا الكوميسا وتجمع الساحل والصحراء المعنيتين بمراقبة انتخابات الرئاسة المصرية مؤتمرا صحفيا حول العملية الانتخابية لإطلاع الرأي العام على نتائج ومشاهدات الانتخابات الرئاسية التي جرت في الأيام الثلاثة الأخيرة. أشادت البعثات الدولية بسير العملية الانتخابية من حيث التنظيم الجيد، تسهيل البيانات والمعلومات أمام الناخبين والمراقبون الدوليون. أشادوا أيضا بدور الهيئة الوطنية للانتخابات في توفير البيانات المطلوبة، استخراج بطاقات المراقبين، الرد على جميع الاستفسارات، بالإضافة أيضا إلى التأمين الجيد خارج اللجان، الأمر الذي بث الطمأنينة لدى الناخبين والمتابعين المصريين أو الأجانب على حد سواء.